خلونا نروح بقى من عالم البيانات المتبادلة إلى عالم البهجة المطلقة، وكرة القدم للمهتمين والغير المهتمين هي واحدة من أدوات البهجة وأدوات نقدر نقول إدارة الروح المعنوية في العالم. النهاردة كان اليوم الأول من الجولة الثانية لمباريات كأس العالم في قطر، والنهاردة كان في 4 مباريات. طبعا كان في متابعة شديدة من المصريين لمباراة السنغال أمام قطر، وكان في خسارة لقطر ب3 أهداف مقابل هدف. قطر أول منتخب رسمياً كده بيغادر المونديال. كمان النهاردة إيران فازت على ويلز ب2 هدف دون مقابل، وده برضو أداء كان فيه يعني المونديال كله مفاجآت. أداء إيران في المباراة الأولى عكس هذا الأداء تماماً. هولندا النهاردة تعادلت مع الإكوادور ب1 هدف لكل منهم. وحاليا دلوقتي واحنا بنتكلم انجلترا وامريكا بيلاقوا بعض، ولحد دلوقتي التعادل السلبي. تفاصيل عن اجواء كاس العالم في قطر بينضم الينا من الدوحه محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري. مساء الخير استاذ محمود. مساء الخير عليك يا دينا، ومساء الخير على جميع مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، من هنا من العاصمه القطريه الدوحه، تحديدا من امام استاد خليفه اللي كان بيحتضن مباراة السنغال وهولندا، عفوا هولندا النهارده والإكوادور في مباراة كانت قوية جدا جدا واللي انتهت بالتعادل 1-1. خليني زي ما عايز اخد من كلامك يا دينا ان فعلا البهجة والفرحة وكل حاجة في كرة القدم طبعا بتطفي نكهة معينة على الجماهير في كل العالم، ومتابعتها في كأس عالم رائع جدا بتقدمه قطر لحد النهارده بالرغم من الأداء السيء جدا جدا لمنتخب قطر اللي تلقى هزيمته الثانية النهارده وللأسف ودع البطولة عشان بيحقق رقم قياسي، وهو أول منتخب صاحب أرض يعني يستضيف البطولة ويطلع من البطولة في نفس الوقت زيه زي المنتخب الجنوب أفريقي في 2010، هما المنتخبين الوحيدين اللي استضافوا البطولة وطلعوا من الدور الأول. خليني ابتدي لك، النهارده كان يوم حافل جدا بالمباريات، ولسه في مباراه شغاله دلوقتي بين امريكا وانجلترا. المباراه الاولانيه النهارده كانت الساعه 1 ظهرا بتوقيت الدوحه، كانت مباراه ما بين ايران اللي كانت مفروض جريحه بعد هزيمتها الثقيله جدا جدا 6-2 امام المنتخب الانجليزي في الجوله الاولى، ولكن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق اللي كلنا طبعا على درايه كبيره بيه بعد الهزيمه الكبيره، كل توقع ان الفريق يفك وان الفريق خلاص إيران هتخرج من البطولة بسهولة، ولكن النهاردة بيعملوا مباراة رائعة رائعة جدا، وبيقدروا يكسبوا في بلس 90 بعد الدقيقة 90 في الوقت بدل الضايع 2-0 عشان إيران تحصد أول 3 نقاط ليها في المجموعة وتشعل المجموعة بشكل كبير جدا. عاوز أقول لك إن الجولة الثالثة الأخيرة كل المنتخبات كده عندها أمل في التأهل للدور الثاني، فالمجموعة اشتعلت. كارلوس كروش اللي واجه انتقادات كبيره جدا في ايران بسبب ضمه عناصر معينه، وكانوا الاتحاد الايراني عاوز يرغم عليه ما يضمش اللعيبه دي، ولكن اللعيبه دي ضمها وهي قدرت النهارده اللي تحرز له الاهداف، وقدرت النهارده ان هي تحرز له 3 نقاط. عاوزين نخش على المباراه الثانيه اللي كانت للاسف يعني حزينه جدا لجميع الجماهير العربيه، وهي منتخب قطر والسنغال كبيره امام المنتخب ودي عايز اسالك عليها محمود، عايز اسالك مش بس عن هزيمه منتخب قطر لكن عن المشجعين، يعني بالتاكيد هي كوره وهو اداء واستعداد، لكن اخبار المشجعين ايه؟ الحماس بقى في الملعب كان مهم جدا انه فعلا الفريق المضيف يكمل شويه يعني. اكيد المفروض ده اللي كان يحصل. عاوز اقول لك دي اصلا من قبل مباريات البطوله دي، وكان جميع الروابط هنا الروابط العربيه كانت اللي هي انشئت بقى في كاس العرب اللي كان معمول في قطر من حوالي 7 أو 8 شهور، دايما كل الروابط دي بيجمعوا بعض وبيروحوا دايما لكل مباريات المنتخبات العربيه عشان يقدروا يشجعوا ويقوموا بالدور الكبير. النهارده الملعب كان ممتلئ على اخره طبعا بجماهير العربيه، طبعا كان اغلبهم قطريين، ولكن كان في برضه جماهير مصريه، وكان في جماهير تونسيه، وكان في جماهير مغربيه بشكل كبير جدا واشعلوا حماس الملعب، ولكن للاسف اخطاء فرديه بتقع فيها قطر زي المباراه الاولانيه. الخطا الاولاني كان من لعيب اسمه خوخي بوعلام، المفروض ان هو لعيب كبير. عاوز اقول لك ادينا المشكله كانت الكبيره اصلا في منتخب قطر، ان منتخب قطر جهز المنتخب زياده عن اللزوم لغايه لما الموضوع قلب معاهم بضغط عكسي، وللاسف قطر خسرت المباراتين، ولكن الاجواء هنا رائعه. طبعا انت عارفه النهارده الجمعه والسبت اجازه رسميه زينا عندنا برضو في مصر، فالجماهير مش جماهير بس الكوره اللي في كل حته، لا حتى المغتربين والمقيمين والشعب القطري نفسه كله في الشارع
زحمه جدا جدا النهارده وامبارح، السوق واقف ما فيهوش مكان لرجل. نفس الكلام برضو في درب لوسيل، ده لوسيل بوليفارد، ده واحد من اجمل الاماكن اللي موجوده هنا احنا في قطر شايفين صوره. يعني مشجعين يعني عاوز اقول لك، انا احنا بعد المباراه تقريبا ما انتهت بحوالي ساعه ونص ولسه الجماهير ماليه الاماكن كلها ورايا، يا دوبك انا حاولت كده احط الكاميرا في حته ما بقاش فيها زحمه. فطبعا كلنا يعني زعلانين على المنتخب القطري، ولكن بقى يعني بكره في مباراتين مهمين جدا للمنتخب التونسي امام المنتخب الاسترالي. منتخب التونسي اللي عمل اداء اكتر من رائع قدام الدنمارك الاسبوع اللي فات، والجمهور التونسي هنا كبير جدا يا دينا، يعني عاوز اقول لك الجمهور التونسي هنا وتقريبا ثاني اكبر جاليه عربيه بعد الجاليه المصريه دول في البلد هنا حتى مغتربين يعني بيشتغلوا في قطر، مش بس زوار من اجل التشجيع. بالظبط كده، مغتربين. وفي هنا يعني كل حاجه هنا متيسره، كل حاجه سهله. يعني عاوز اضيف لك حاجه كده جديده، في هنا عاملين اسوره كده لما يكون حد رايح الملعب ويكون معاه اطفال عشان مثلا التدافع والزحمه اللي بتبقى موجوده، الاطفال دي بتروح تجيب لهم اسوره كده معينه مربوطه بجي بي اس، بحيث ان لو في اي طفل ولا حاجه ضاع الجي بي اس على طول يقول لك المكان بتاع الطفل ده فين، ويقدروا يجيبوه. تنظيم هنا اكتر من رائع. بكره مباراه المنتخب التونسي مش هتكون سهله اكيد قدام المنتخب الاسترالي. وعاوزين بقى نتكلم على المنتخب السعودي. المنتخب السعودي بكره عنده مباراه قبل بكره. انت انا مبسوطه بحماسك، يعني انا حاسه انا عايزه اجي عندكم. بس انا قبل ما اتكلم عن بكره عايزه اسالك عن اصابه نيمار، لانه كان في ردود افعال كتيره عن اصابه نيمار، وقول لنا هل في اخبار عن انه يقدر يستكمل مباريات المونديال وانه يشارك في المباريات القريبه ولا لا؟ هو نيمار امبارح بعد ما اصيب، عاوز اقول لك ورايا بالظبط استاد خليفه، جنب استاد خليفه دي في اكاديميه اسباير وجنبيها مستشفى اسبيتار، دي واحده من افضل المستشفيات التاهيل الرياضي في العالم كله. يعني عاوز اقول لك ان اكرم توفيق ومصطفى فتحي لعيبه كتيره جدا من المنتخب المصري ومن الاهلي ومن الزمالك كان بيجوا يقيلوا هنا فيها. نيمار امبارح راح وعمل اشعه، ولكن هم قالوا ان هم هيستنوا الورم يروح شويه عشان يقدروا يشوفوا هل ممكن يكمل ولا لا، ولكن بنسبه كبيره نيمار ممكن يكون موجود، بس مش ممكن يكون موجود في المباراه الجايه، ممكن من المباراه اللي بعدها. في برضه اصابه ثانيه في المنتخب البرازيلي، دانيلو، ولكن ده مش هيبقى موجود في المباراتين الجايين. طبعا نيمار هو واحد من السوبر ستارز اللي في العالم كله، فكل الناس قاعده مستنياه. امبارح منتخب البرازيل ادى اداء اكتر من هايل، فكرنا البرازيل بتاعت زمان، مهارات وفرديات، وريتشارلسون المهاجم البرازيلي جاب جون من احلى الاهداف اللي احرزت في البطوله. فنيمار ان شاء الله يعود عشان احنا هنستمتع بيه ونستمتع بكل النجوم اللي موجودين هنا. وبرده المنتخب السعودي زي ما هاخد بقى اقول لك على المنتخب السعودي بكره. أيوة. المنتخب السعودي تقريبا السعوديين احتلوا البلد، يا احنا السعوديين في كل مكان. طبعا نظرا للحدود القريبه اللي بين السعوديه وقطر، السعوديين هنا اتملوا بشكل كبير جدا جدا، اكتر مباريات عليها زحمه في التذاكر وخلصت ومحدش قادر يجيب تذاكر ليها مباراه المنتخب السعودي. المنتخب السعودي عاملين فان زون لوحديهم خالص في اول الكورنيش اسمها قدام، يعني زي قدام، بيجمعوا فيها وبيعملوا رابطه وبيتمرنوا فيها ازاي هيشجعوا وبيمشوا من عندها بالظبط. يعني المباراه اللي فاتت كانت مباراه المنتخب السعودي الساعه 1، اتجمعوا الساعه 8 الصبح، مشوا ورا بعض في مسيره مشوا ورا بعض في مسيره لحد ما. عندي سؤال اخير يا محمود قبل بقى ما اسيبك، انه كلمنا عن الاستيعاب، كان في كتير من الكلام قبل المونديال عن استيعاب قطر لهذه الالاف، التنظيم الاستيعاب مش بس داخل الملعب لكن حتى في الشوارع، انت بتكلمنا عن حماسه موجوده في كل مكان، ايه الاخبار؟ بص يا دينا، انا بصراحه من ساعه ما وصلت والله ما خدت بالظبط اكتر من 2 3 في الجوازات، ما فيش اي حد من الناس اللي بتيجي بياخد في الجوازات اكتر من 2 3، بمجرد انك تطلعي من المطار كل حاجه متيسره لك، وبيدولك فان جايد كده صغيره فيها الخريطه وفيها الاماكن كلها. الاماكن اللي بيبقى فيها المباريات كلها ممكن تروح لها عن طريق المترو. المترو امبارح استقبل 857 الف راكب امبارح، يعني الرقم الرسمي اللي طلع من المترو الرسمي بتاع قطر 857 الف راكب. بيبقى في زحمه شويه في الحته بتاعه استاد اللوسيل، انما باقي الاستادات ما فيش فيها اي مشاكل خالص. الشرطه هنا واقفه في كل الشوارع، لما قطر معظمها دايما اشارات في كل مكان وتقاطعات، بيقفلوا دايما الاشارات والتقاطعات المحيطه بالاستاد عشان بيطلعوا على طول السيارات والزحمه اللي بتبقى موجوده يطلعوها على الطرق السريعه. مفيش اي مشاكل خالص. يعني انا برضه كنت موجود في مباراه كرواتيا والمغرب، عارف انك عاوز تقفلي، الموضوع كان سهل جدا. لا انا طب اقول لك حاجه بقى يا محمود،
انا مش عايزه اقفل ومبسوطه بحماسك، لكن احنا وقتنا فعلا محدود. مشكور، أكيد بشكرك طبعا، شكرا أكيد. جزيلا جدا ميرسي ليك جدا. أمينة جدا. بشكرك على انه مش بس انت بتنقل لنا اخبار وتعليقات، لكن حتى انت بتنقل لنا حماس متابعه كاس العالم بكل هذه الروح الحماسيه. بشكرك مره تانيه محمود شاكر، مراسل التلفزيون المصري. مشاهدينا، زي ما سمعنا من محمود، يعني الأجواء صحية جدا للمتابعة، دي حاجة لطيفة. الكرة صحية جدا في صناعة الدهشة بالمناسبة، كل المفاجآت اللي بتحصل في كأس العالم لحد دلوقتي أعتقد مرضية للمشاهدين حتى الآن.